أبدع الله الأرض وأعطاها مسؤولية الحياة، وعلى هذه الأرض ينعم الإنسان بما حوته الطبيعة من مفردات جمة يعتمد عليها في تناسق ووئام تام. فعمان من حيث موقعها الجغرافي في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، ومن حيث موقعها على مسار التيارات المناخية المختلفة، جعلها متحفا لعشاق الطبيعة ومفردات الحياة الفطرية. وقد تم تصنيف العديد من النباتات والطيور المهاجرة وأنواع نادرة من الثدييات، كما أن من بين عناصر التميز جمالها الطبيعي، حيث سلاسل الجبال والسواحل الممتدة والبيئة الصحراوية واختلاف المناخ في بعض المناطق. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء شريان الحياة، فالتنوع البيئي والجغرافي في السلطنة والسلاسل الجبلية أدت إلى ظهور الأودية، والتي غالبا ما تكون مصدرا من مصادر تجمع المياه والتي ينتج عنها الأفلاج. وآبار المياه الجوفية والموارد المائية في السلطنة جزء من التنوع البيئي والطبيعي في السلطنة. وغالبا ما تكتسي هذه الأودية بغطاء نباتي متعدد الأنواع من النباتات والشجيرات التي تنمو في قاع الوادي، في مشهد يبعث البهجة والسرور ويدلل على قدرة الخالق في صنع هذه الطبيعة المتناغمة والمتوازنة بجمالها الطبيعي. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. فصل آخر من فصول الطبيعة في عمان، عندما تهطل الأمطار وتخضر الأرض. فالأمطار وظيفة حيوية تعمل وفق قوانين ونواميس الطبيعة، وسرعان ما تنمو وتخضر الشجيرات في بطون الأودية بعد هطول الأمطار. وهناك العديد من النباتات التي تزهر كنباتات الأميبيا، والتي تعتبر من النباتات الصحراوية السنوية، بالإضافة إلى نباتات فصلية أخرى. وبعض الشجيرات السامة لا تأكلها الحيوانات، لذلك فهي تتواجد بشكل كبير. أما أشجار البراقيق فهي عبارة عن أشجار مزهرة تنمو في محافظة مسندم وجبال المنطقة الشرقية. وهذه شجرة الأثيل ذات السيقان المتعددة تنمو على ضفاف الأودية. شواطئ المغسيل وأمواجها في تناغم مع الطبيعة وفي خصام معها، فيما يعرف بعوامل التعرية. توازن طبيعي تحدثه البيئة قد يجهله الإنسان أحيانا، لكنه موجود في بيئتنا الجميلة التي وجدت من أجلنا. وربما قد تشاهد سرطان البحر باحثا عن شيء يأكله، ليقوم بعد ذلك بأعمال الحفر والبناء لبيته الذي يشبه الشكل المخروطي على شاكلة الأهرام، وذلك عن طريق تجميع الرمال بشكل مخروطي وتخزين الطعام بداخله، في مشهد نتوقف عنده للحظات ونتأمل هذه القمم الرملية. في محافظة ظفار، خاصة في المنطقة الممتدة من المغسيل إلى مرباط، تقع عدد من الأخوار، حيث تعد الفترة الممتدة من شهر ديسمبر وحتى شهر مايو من أفضل الأوقات لمشاهدة الطيور المهاجرة التي تقصد الأراضي العمانية لقضاء موسم الشتاء، حيث الدفء والأمان والغذاء الوفير. حب ووئام يسود هذه الطيور المهاجرة،
هجرة طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات في محاولة للبقاء على قيد الحياة. نشاهد هنا طائر السنفر أو نسر السمك، وهو من فصيلة الصقور يتغذى على الأسماك الصغيرة الموجودة في الخرام. وهذا طائر النحام بلونه الناصع البياض، ومنقاره الذي يعمل بطرق مختلفة ملائمة لمختلف المواد التي يتغذى عليها، وأرجله الطويلة التي تساعده على الحركة، كما أنه يستخدم منقاره للقيام بأعمال التنظيف على جسده. وقد نشاهد طير دجاجة الماء بين شجيرات الخوض، وفي الجانب الآخر الطائر الغطاس الصغير، وهو طائر غواص ومنقاره طويل. وهذا طائر البلشون الصغير ومنقاره طويل، ويسمى هذا الطائر بطائر أبو ملعقة، وذلك لمنقاره الذي يشبه الملعقة ويتغذى بواسطته على الأسماك الصغيرة في الخوض. وهذا طائر مالك الحزين الرمادي، حيث يعتبر من أشهر الطيور زيارة لسلطنة عمان في فصل الشتاء، ويسمى هذا الطائر بأبو مسواق، ويزور محافظة ظفار في فصل الشتاء، إلا أنه يتواجد أحيانا في بعض المناطق الشمالية في السلطنة. ونشاهد هنا الطائر الحارس اللامع، وهو ذو منقار طويل. تعتبر الخيران مرتعاً خصباً لهذه الطيور المهاجرة التي تتغذى على الأسماك الصغيرة، ونرى كيفية التعايش في وفاق تام بين بعضها البعض في هذا الخور الواقع في المغسيل، وهي تتغذى على الطحالب والأسماك الصغيرة به. سبحان الله الخالق، هنا معجزة عالم الطبيعة في عمان تتجلى في موسم الخريف في ظفار، حيث تنبثق الأرض بالبساط الأخضر وبالرذاذ الخريفي، وقد اكتست الأرض بالزهور، وقطرات الندى تداعب أنامل الطبيعة في إيقاعات تتناغم مع الطبيعة الساحرة. وسبحانه وتعالى أوجد التوازن الطبيعي في البيئة لاستمرار الحياة على هذه الأرض، فهناك العديد من الحشرات الموسمية التي تبدأ دورة حياتها مع فصل الأمطار، وتعيش هذه الحشرات على الأشجار والنباتات. فالحشرات الواقية هذه هي حشرة لها أجزاء طويلة وحادة لامتصاص رحيق النباتات، وبطيئة الحركة، أطراف طويلة تساعدها على الحركة وتسلق النباتات بحثاً عن رحيق يسد جوعها بعد عناء يوم كامل. Thank you.
وقد جعل الخالق عز وجل في هذه المملكة الواسعة حشرات تفسد الطبيعة وتقضي على الأشجار والنباتات، وحشرات أخرى تعمل على إحداث وإعادة التوازن البيئي. مع بداية كل يوم جديد يبدأ العنكبوت بالبحث عن رزقه من خلال الفريسة التي تقع في شباكه. مشهد درامي يدل على سيطرة القوي على الضعيف وقدرة الخالق عز وجل على إحداث التوازن البيئي على كوكب الأرض. وهنا في مشهد آخر لا يعرف الجراد بأن مصيره سيكون في شباك العنكبوت، فتقوم العنكبوت بلف خيوطها حول الفريسة حتى تطبق عليها تماما، ويطلق على هذا النوع عنكبوت الإمضاء لكونه يقوم ببناء نسيج مترابط بين الأشجار وغيرها من الشجيرات مقوى بخيوط سميكة وقوية. وسبحان الله، كيف يستطيع هذا المخلوق أن يتحرك على خيوط رفيعة جدا، وتكون هذه الخيوط هي مصدر رزقه. النظر للوهلة الأولى لهذا الوادي الجميل قد يخيل إلينا إنها لوحة لفنان رسمها وهو يتأمل في إبداعات الطبيعة العمانية، لكنها طبيعة وادي طيوي بولاية صور، جمال تتناغم فيه خضرة الماء بأصوات العصافير ومكنونات الطبيعة من حوله وانعكاساتها على الماء، مشكلة لوحة فنية ربانية تمتزج بألوان الفراشات التي تعتبر من أكثر الحشرات جاذبية وإثارة للاهتمام، وترتبط الفراشات إلى حد كبير بنمو نباتات معينة توفر الغذاء لليرقات أو الزهور للفراشات. وهناك العديد من الأنواع التي تتواجد في عمان، منها فراشات السيدة الملونة وفراشات الحمضيات والفراشات ذات اللون النمري، وقد نشاهد الكثير منها في بيئات مختلفة من عمان، بالإضافة إلى نمو بعض النباتات والشجيرات كالأزهار البيضاء ونباتات الحويرة على جوانب الوادي. روح الجماعة المتعاونة عنوان يسود مستعمرات النمل الأسود وتعاونها في نقل الفريسة إلى مكان تحضير الطعام. وترصدنا حية الوادي المتسابقة ونحن في طريقنا إلى وادي طيوي، وهذه الحية غير سامة وتتواجد دائما بالقرب من المياه، وهي من الثعابين المشهورة في عمان، ويصل طولها أحيانا إلى أكثر من مترين. نظرة تربص وترقب،
ربما الخوف، وربما البحث عن الطعام. هذه هي السحلية المبدلة للألوان، ولديها القدرة على تبديل ألوانها، فقد تظهر بلون أزرق فاتح على الرأس والجسم، وإذا شعرت بالخوف يتغير لونها حسب طبيعة المكان، ويصعب تمييزها، مما يؤدي إلى تضليل أعدائها. أبو بريص، وهي سحلية تتمتع بمادة واقية تحت الرجلين تمكنها من التسلق على الصخور، وهذه المادة مغطاة بشعيرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، مما يساعد السحلية بالتشبث فوق الصخر، وهذا النوع من السحليات غير ضار. وهذا النوع من الخنافس يسمى أبو جعران، ومعروفة علميا بخنافس الروث، وهي أكثر الحشرات استفادة من الفضلات التي تجد فيها غذاءها من المواد النباتية التي لم تستطع المواشي هضمها. وتقوم هذه الخنافس بنقل غذائها إلى المكان المفضل لها، ثم تحفر حفرة فتدفنه، ثم تضع بيضها بداخله. تشكيلات متنوعة قد نشاهدها في زيارتنا لأحد الأودية، وقد نشاهد الطائر الأشهب مالك الحزين، حيث يعتبر من أشهر الطيور زيارة لسلطنة عمان في فصل الشتاء، ونسمع صدى زغزقات العصافير الجبلية والبلابل وهي تحط رحالها على الوادي لشرب قليل من الماء قد يطفئ ظمأها، ومع ذلك تظل دائما في حالة حذر شديد لأي خطر قد يتهددها. ونجد بعض الأسماك الصغيرة التي تتواجد بكثرة في الأحواض المائية والأولية، كما نشاهد بعض البراعم والنباتات والشجيرات كزنابق الماء المزهرة التي تنمو على ضفاف الأودية. وهنا نشاهد إحدى زنابق الماء الجميلة بلونها الأخاني. مفردة أخرى من مفردات الطبيعة العمانية الدالة على قدرة الخالق على تشكيل الطبيعة، إنها الحلزونات. يتواجد هذا النوع من الكائنات الحية على قشور جذوع أشجار الغاف، ويبقى ملتصقا بهذه الأشجار لأغلب الوقت من العام، ويعمل بنشاط خلال موسم الخريف، حيث يتخلص من لصاقه ويبدأ يتغذى على الطحالب المتواجدة على قشور الأشجار، وقد يعيش لسنوات طويلة.
سؤال قد يتبادر إلى أذهاننا، كيف تشكلت هذه التلال ولماذا؟ ففي سهل إيتين بمحافظة ظفار نشاهد مجموعة من التلال الصغيرة والتي تكونت على مرور الزمن بفضل عوامل التعرية، وبعضها أصبح سكنى للنمل والحشرات وبعض الزواحف، وغالبا ما تكون بيوتا للنمل. وإذا ما انتقلنا إلى شواطئ مدينة صلالة الغنية بالمشاهد والمناظر الخلابة والخلجان والأسماك الوفيرة، نجد أن بعض بيئات مسطحات الطمي المتخلف عن المد والجزر والأخوار ضرورية لتغذية الطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء. وتقوم بعض من أسراب الطيور البحرية بجولة على سطح المياه والشواطئ بحثا عن الطعام، كطيور النورس الصفراء وذوات الرأس الأسود وطائر الطيطوي المعروف. وتتواجد أيضا هذه الطيور بجزيرة مصيرة، إحدى أكبر جزر السلطنة. وتظهر ملامح أخرى من ملامح الطبيعة في عمان، فالخلجان الشبيهة بالأزقة البحرية في مسندم تعد فريدة من نوعها في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي. فسواحل مسندم مثيرة للإعجاب وتضفي غموضا وسحرا قد لا يراه الإنسان إلا عن قرب. وفي سواحل مسندم الحاضنة لمياه خليج عمان نشاهد جمالا آخر في أعماقها للباحثين عن متعة الغوص. سرطانات القواقع تثير الدهشة والاستغراب، فهذا النوع من السرطان لا يصنع قواقع واقية له، إلا أنه يجدها خالية على الشواطئ فيتخذها دروعا واقية له لينمو فيها. وخلال مراحل النمو يبحث دائما عن قياسات مناسبة له من هذه القواقع. وقد يجد من يتجول على الشواطئ العديد من الأصداف البحرية والمحارات التي يقذفها البحر باتجاه الشواطئ بمختلف الأحجام والأشكال والألوان. وإذا ما انتقلنا إلى جدة الحراسيس فإن أول ما نشاهده هو العقرب الأسود، ويعتبر هذا النوع من أكثر العقارب خطورة في عمان. وقد تجد أحياناً الخنفساء المقنعة، وهي خنفساء متوحشة تتغذى على مثيلاتها من الخنافس. بالإضافة إلى الخنفساء المقنعة نجد الخنفساء المجوهرة بشكلها الذهبي ورأسها الأسود. ويتوهج الصقر العربي الشاهين بنظراته الحادة بحثا عن الطعام والطرائد، بينما يعيش الأرنب المغطى في حالة قلق دائم، فهناك العديد من المخاطر تنتظره. صراع الطبيعة ووهج الشاهين وشموخه ينبثق من شكله الخارجي، نظرات حادة وسرعة فائقة للأرنب المغطى.
نباتات وشجيرات تقاوم قساوة الطبيعة الصحراوية وتتفتح زهورها لتعانق المياه بعد هطول المطر. يعتبر الورل الصحراوي من أكبر أنواع السحليات العربية، كما أنه سريع وقوي ومفترس، ويتغذى على الحشرات وبيض الطيور وغيرها، كما أنه يتمتع بلسان مفروق يكتشف به فريسته. والقنفذ الصحراوي هو أحد نوعي القنافذ الصحراوية، وهي كائنات ليلية تتغذى على العقارب والحشرات والديدان. وإذا ما انتقلنا إلى قلب محمية المها العربية، تقع صحراء جدة الحراسيس، ويعد حيوان المها العربي أكثر شهرة في المحمية. ويتواجد الغزال العربي أيضا بكثرة في ربوع المحمية، ويتغذى أيضا على الأعشاب. ويتميز الغزال العربي بلونه البني المائل قليلا إلى الإحمرار، ويستطيع المها البقاء بدون ماء لفترة تمتد على أشهر، ويعتمد خلالها على الماء الموجود في الطعام وعلى قطرات الندى. نظرة تربص وترقب للنمر العربي نادر الوجود في شبه الجزيرة العربية. وهذه أنثى الوعل وصغيرها في رحلة للبحث عن الطعام والماء، فالمنحدرات الجبلية والجروف الصخرية موئل نموذجي للوعل العربي، ويسمى أيضا بالطهر العربي، ويعيش بكثرة في شمال عمان. ويعيش الوعل العربي على الثمار والأوراق والعشاب، وهو شبيه بالأغنام المحلية. وهذا هو ذكر الوعل العربي، له قرون جانبية وذروة مائلة إلى السواد وشعر كثيف. ونشاهد هنا طيور القطع وهي تقترب من إحدى اللوحات لتشرب من مائها، ويقترب منها الغزال العربي ليشرب من ذلك الحوض. وفاق تام وتجانس بين بعضها البعض دون أن تتنافس على المكان. وطيور القطع تتخذ عمان مسكنا لها، وهي متأقلمة على حياة الصحراء. وتحتفظ طيور القطع بالماء في بطونها المجوفة المكسوة بالريش، وتطير لمسافات طويلة تصل إلى 70 كيلومترا إلى عش صغارها لترويهم بالماء المخزن في جوف بطونها. وهذا نوع من السحال الكبيرة، لها القدرة على الرؤية بمختلف الزوايا بحركة عينيها، كما أنها تتمتع بلسان طويل تلتهم به فرائسها.
هكذا هو عالم الطبيعة في عمان. نفخر بما تحويه السلطنة من مفردات طبيعية وتنوع بيولوجي. فالمحميات الطبيعية ومناطق صون الطبيعة تعمل على الحفاظ على الأنواع الحيوية والوظائف البيئية، وتعتبر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة أول جائزة عربية دولية في مجال البيئة. فهذه الجائزة تعبير عن اهتمام السلطنة وتقديرها لأهمية البيئة، وتعتبر السلطنة نموذجا عالميا للتنمية التي تأخذ بمبادئ صون الطبيعة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله العظيم، أي أن كل شيء في هذا الوجود مقدر ومقنن.